الربط بين الاقتراض والاجتماع والقدرة على الشريعة وشعب الوطنية رقم واحد، ويكون واحد مثلا الآن ممكن يكون فيه الكليات المستشفى تكون في الوسط، وقد التكنولوجيا في الشرق وكذلك الجامعة. فهذا التصور الأول بالنسبة هذا المشروع غادي يكون اجتماع أسبوع مقبل بين المهندس المعماري اللي كيشتغل مع البلدية وكذلك الممثلين ديال وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة. هذا هو غير واحد تصور كيف نحلموا شي شوية على هذه الكلية، هذه الجامعة اللي بغيناها لولادها في المنطقة.